حلو قوي. اوف او مان ديو ليه من الجيم جعانه جدا. اكل ما تيجوا اقول لكم انا بسلق اللحمه ازاي. طبعا كل واحد وطريقته. زيت الزيتون اول حاجه لازم نعرفها ان اللحمه ما بتتغسلش. مين زي بيحب اللحمه الملبسه؟ هنحط قرفه، ورق الغار او ورق اللبو، الحب هنا. عندي بقى شويه مواسير. حيث النخاع، حيث المزاج العالي. عندي هنا بقى شويه طماطم على بصل على ثوم على جزر، شويه من جوزه الطيب، نص معلقه كده من الفلفل الاسود. انا ما اقدرش اعيش من غير المرقه. دي هبقى تستوي، مش هتشوف ونشوف استوى ولا لا. وناخد ايه بقى؟ واحده نخاع كمان. شويه ملح، فلفل اسود نحطه في سندوتش. والنخاع بقى، حته اللحمه مع شويه النخاع